أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوين اليوم: حكومة الوفاق وتحديات الملف الأمنية، الهجرة غير النظامية تحركات لحلف شمال الأطلسي، النفط الليبي وتبعات الانقسام السياسي. أناقش تفاصيل هذه العناوين مع ضيفنا هنا في الاستديو أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة دكتور بسين الخولي. سيد الخولي، أرحب بك معي في حلقة اليوم. أهلا بك وبمشاهديك الأعزاء. يعد الملف الأمني من أبرز التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، الذي طلب بدوره الأمم المتحدة بالدعم في هذا الشأن. يأتي ذلك وسط تساؤلات عن طبيعة الدعم الدولي المطلوب في هذا الملف، لا سيما وأن البلاد تعيش حالة من الانقسام وانتشارا للسلاح. ذكر المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا باولو سيرا في حوار أجراه معه الصحفي فوسوتو بيلوسلافو بالمجلة الإيطالية بانوراما الإسبوعية، أن الأمم المتحدة تتعامل مع جميع القوى في ليبيا باستثناء داعش والقاعدة وأنصار الشريعة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد. وبشأن ما إذا كانت حكومة الوفاق قادرة بالفعل على الحكم، قال سيرا إن الأهداف الأولى مثل السيطرة على المصرف المركزي وخطة توحيد مؤسسة النفط الوطنية قد تحققت بالفعل، ولتصبح حكومة وحدة وطنية ينبغي الحصول على ثقة مجلس النواب، ولكن للأسف وبسبب التهديدات الجسدية بحق النواب لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني في العديد من المناسبات. وعن طبيعة التدخل العسكري الدولي المحتمل لمساعدة ليبيا في مواجهة التحديات الأمنية، أوضح سيرا أنه لن يكون هناك تدخل عسكري تقليدي، وإنما سيتم تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الليبيين من السيطرة على الأراضي. نحن نفكر في الحدود التي يسهل اختراقها في المنطقة الجنوبية مع النيجر وتشاد والسودان، والأمم المتحدة وعلى غرار ما حدث في الكونغو يمكن أن تستخدم الطائرات بدون طيار للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية الممتدة، كما يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة. وعما إذا كان خليفة حفتر يعتبر مشكلا أو درعا ضد الإرهابيين، أوضح أن الأمر متروك للليبيين لإيجاد دور لهذا الأخير. ليس هناك عصا سحرية، ولكن على طرابلس وطبرق الاستمرار في البحث عن الحل. ذكر الصحفي الإيطالي في شينزو نيغرو في مقال بالصحيفة الإيطالية لا ريبوبليكا أن مصادر في وزارة الدفاع الإيطالية أكدت أن إيطاليا مستعدة لنشر 250 عنصرا من رجال الشرطة والجيش في مرحلة أولى من أجل حماية مقار البعثات الدولية في طرابلس كالسفارات ومكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكاتب دولية أخرى. وأفاد بأن الحكومة الإيطالية قد كذبت الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام بشأن استعدادها لنشر 900 عنصر من القوات كاستجابة لطلب السراج من الأمم المتحدة لحماية الآبار والمنشآت النفطية، مشيرا إلى أن هذا الطلب يشير إلى مدى التهديدات التي باتت يشكلها تنظيم داعش على الحقول النفطية، خاصة بعد تكثيف هجماته عليها خلال الأيام الأخيرة. ولفت كاتب المقال إلى أنه عندما قام السراج بأول طلب مساعدة من الأمم المتحدة يتضح أن الوضع بات خطيرا للغاية. ببساطة تطالب ليبيا بمساعدات عسكرية على الرغم من عدم وجود طلب رسمي موجه إلى الأمم المتحدة، ولذلك ينبغي فهم أسباب طلب السراج. فطرابلس بحاجة إلى مواجهة الاعتداءات المستمرة من قبل تنظيم الدولة على الآبار والمنشآت النفطية في الشرق. وأبرز الصحفي الإيطالي أن هناك عاملا آخر حاسما في برقة، وهو لعبة الجنرال المتمرد خليفة حفتر قائد الميليشيا التي تقاتل الإسلاميين في بنغازي، حيث يتخذ هذا الأخير نواب طبرق كرهائن عنده ويمنعهم من التصويت لصالح حكومة الوفاق. بداية سيد بسيوني، ما قراءتك للخطة الأمنية التي يعمل بها المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا باولو سيرا في سبيل مواجهة التحديات الأمنية على الأرض في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤول الأمني التابع لبعثة الأمم المتحدة، نعم، يعمل وفق معطيات على الأرض
ويحاول قدر المستطاع أن يوازن بين هذه المعطيات وبين الصلاحيات التي أعطيت له ومقدار استخدام هذه الصلاحيات. وهو حتى هذه اللحظة يبدو أنه نجح بشكل جيد. والدليل على ذلك أن هناك كثير من الفصائل المسلحة بدأت تدخل في الاعتراف بالحكومة وقدمت أيضا ما يفيد أنها سوف تعمل على حماية هذه الحكومة. وهذا يؤشر على أن الخطة المستخدمة حتى الآن استراتيجيا وتكتيكيا تعمل بشكل جيد. وفي حال تطورها يمكن أن تؤدي إلى نتائج أحسن وأمثل، وكل هذا سوف يقود إلى أن تتمكن الحكومة الوطنية من طيب هنا سيرا أشار إلى أن المجتمع الدولي سيكتفي بدعم بتقديم المساعدة للأطراف الليبية ولن يقوم بخطوة التدخل العسكري التقليدية، وأيضا تحدث على أنه سيعمل على حماية الحدود بأجهزة عالية التقنية. إلى أي مدى سيساهم أو ستساهم هذه الخطوات في تغيير الواقع الأمني في ليبيا؟ نعم، هنا قضيتان. القضية الأولى وهي المتعلقة بالاستراتيجية التي تحدثنا عنها وهي الآن تعمل بشكل جيد. نعم. القضية الثانية وهي التدخل الدولي. التدخل الدولي لن يتم إلا من خلال طلب من حكومة الوطنية وطلب محدد ومقتضب ويحدد بشكل دقيق ماذا تريد هذه الحكومة من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن لديه الاستعداد لأن يقدم سياسيا ويقدم اقتصاديا ويقدم عسكريا، وعلى الحكومة أن تحدد ما تريد. فالمجتمع الدولي لديه الاستعداد والحكومة لديها الطلب، وهذه الموازنة جيدة في ليبيا الآن ويمكن أن تؤدي الغرض وتؤدي إلى تمكين هذه الحكومة من أن تقوم بمهمتها. في سياق حديثه باولو سيرا المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطرق إلى ملف وقضية خليفة حفتر، وقال إن حفتر مصير حفتر تحديدا هو من يحدده الليبيون أنفسهم، وهم من يعني يريدون وضع خطة، بمعنى أن الأمر والمصير في أيدي الليبيين. التساؤل هنا هل فعلا هو في أيدي الليبيين وليس في أيدي المجتمع الدولي؟ دعينا نتحدث بشكل دقيق ونضع النقاط على الحروف. أنا أقول بأن المجتمع الدولي يعلم يقينا ماذا سوف يفعل في هذا الرجل، في خليفة حفتر، يعلم جيدا، ولكن يريد أن يفعل ذلك من خلال بصمة الليبيين على هذا الفعل. فهو يقول ماذا تريدون أن نفعل في خليفة حفتر، هكذا يريد المجتمع الدولي، لا يريد أن يتدخل بشكل مباشر ويفعل في حفتر ما يريد المجتمع الدولي لكي تتم عملية التسوية، لأن حفتر الآن هو عائق في سبيل التسوية لأنه من قبل أطراف إقليمية وهذا أمر معلوم. فالمجتمع الدولي يريد أن يزيل هذه المعوقة أو هذا العائق، ولكن بمصمت الليبيين. نعم. برغبة من الليبيين، بإرادة الليبيين، هكذا يريد المجتمع الدولي. نعم. طيب فيما يخص بتناول الترتيبات الأمنية والوضع والملف الأمني من قبل صحف إيطالية يعني، وأيضا هنا سيد بسيوني، برأيك من هي الجهة الدولية المرشحة بأن توكل إليها مهام معالجة الملفات الأمنية في ليبيا؟ لاسيما وأن البعض يتحدث عن وجود صراع بين بريطانيا وإيطاليا فيما يخص يعني تناول هذا الملف. ما ينبغي أن يقال وما يمكن أن يستقرأ ويستنبط من خلال المعطيات الموجودة الآن على الساحة الدولية أنه سوف يتم توزيع أدوار على كل القوى. إيطاليا سوف تكون لها دور ودور مهم ومحوري. نعم. بريطانيا سوف يكون لها أيضا دور، فرنسا حتى سوف يكون لها دور، الولايات المتحدة سوف يكون لها دور. إذن هناك نوع من توزيع الأدوار على القضية الأمنية أو العامل الأمني. نعم. فكل هذه القوى سوف تقوم بالعامل الأمني لأنها كلها معنية بحماية الوضع في ليبيا وبوصول ليبيا إلى بر الأمان، لأن القلاقل في ليبيا تنعكس على هذه الدول جميعا وكلنا يعلم ذلك. فكل الدول سوف يتم توزيع الأدوار، وحسب التماس مع الأزمة أقول بأن إيطاليا ستكون في المرتبة الأولى، تليها فرنسا، تليها بريطانيا، ثم ألمانيا، ثم الولايات المتحدة. حديثنا عن إيطاليا وعن أوروبا بشكل عام سوف يأخذ تفاصيل أكثر في المحور الثاني الذي يتحدث عن الدور والتحرك العسكري، ولكن في إطار مختلف وهو محاربة الهجرة غير نظامية. تبقوا معنا مشاهدينا الكرام.
في ظل تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من ليبيا نحو أوروبا، تحاول الدول الغربية اتخاذ إجراءات جديدة لمحاولة الحد من هذه الظاهرة. وتشير تقارير صحفية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل على خط محاربة هذه الظاهرة في المتوسط. يأتي ذلك فيما يجري الحديث عن عمليات بمشاركة حلف شمال الأطلسي الناتو قد تشمل المياه الإقليمية الليبية. ذكر الكاتب باتريك وينتور في مقال على موقع صحيفة الجارديان اليومية البريطانية أن السفن البحرية الأمريكية قد تنضم إلى السفن الأوروبية قبالة السواحل الليبية قبل الصيف المقبل في محاولة من قبل حلف شمال الأطلسي الناتو للحد من تدفق اللاجئين من ليبيا إلى أوروبا، حسب ما تسرب من اجتماع قادة الدول الكبرى الخمس في هامبورغ. وتستند المخاوف من موجة اللاجئين من شمال إفريقيا على أدلة ضعيفة، وقد لا يكون لنشر السفن البحرية أي أثر يذكر على قوارب المهربين. ويجري التأكيد على المدى القصير من أنه لن يكون من الممكن فرض حصار بحري ضد اللاجئين في المياه الإقليمية الليبية ما لم تطلب الحكومة الليبية الجديدة ذلك أو يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بذلك. نقل موقع مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية في تقرير بعنوان الناتو يعود إلى المياه الليبية في مهمة بثلاثة أشهر عن وزير الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي قولها في مقابلة صحفية أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ خلال ثلاثة أشهر أولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين القادمين إلى إيطاليا. وتوقعت الوزيرة الإيطالية أن يوافق الحلف الأطلسي على هذه الخطة خلال قمة وارسو في 7 يوليو القادم، وتندرج هذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا وتنص على قطع الطريق البحري الغربي إلى أوروبا وإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلدانهم. وقالت بينوتي على مستوى الحلف طلبنا أن تتحول أكتيف إنتفور التي انطلقت في 2001 من عملية لمكافحة الإرهاب بشرق المتوسط إلى عملية تشمل السواحل الليبية. وأضافت خلال اجتماعنا الأخير بلوكسمبورغ قال الأمين العام للأطلسي يانس ستولتنبرغ أن هذا الاقتراح كان موضع ترحيب. سيد بسيوني، ما تفسيرك للتطور الحاصل في العملية العسكرية الأوروبية التي أطلقها تحديدا الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا؟ هذه الخطة، التطور الذي أدخل عليها هو التنويه إلى أنه سوف يتم الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية من أجل تنفيذ هذه الخطة. وأنا أقول بأن هذه ليست جديدة في الخطة، هي موجودة، ولكن التفعيل هو الجديد. وأيضا يراد التنويه والتأكيد على أنه سوف يتم الاستعانة بموافقة الحكومة الائتلافية لكي تدخل هذه القوة إلى المياه الإقليمية. وهذا يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يستعد الآن لإيجاد نوع من الائتلاف على الأرض بين القوة المكلفة بهذه المهمة وبين الحكومة الائتلافية في طرابلس، وقد بدأت الآن. طيب، هنا الجارديان تحدثت عن مشاركة سفن أمريكية وأيضا بريطانية في هذه المهمة العسكرية، وأن حلف شمال الأطلسي هو من سوف يطلقها في غضون أشهر يعني قليلة. ما الإطار القانوني لهذه العملية إن لم تطلب من حكومة الوفاق وإن لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأنها؟ نعم، بداية دعيني أقول بأن نحن نضخم المسألة العملية العسكرية. ليش عملية عسكرية بالمعنى الصحيح؟ هذه القوة لم تأتي لكي تحارب أحد. الصحف تصف هذا ذلك بأنها عملية عسكرية وبمشاركة سفن حربية، هكذا تقول الصحف ولهم ما يشاءون، ولكن التحليل العلمي المنهجي يقول بأنها عملية ذات صبغة عسكرية من أجل هدف إنساني. هذه هي القضية الأساسية، هكذا تصنف الأمور. وهذه العملية عندما تتم وبالشكل المطلوب الآن لابد من أن تأخذ موافقة
الحكومة الليبية، وهذا أمر ضروري ومهم. فالتكييف القانوني الدولي أنه لن تنتهك، وقيلت هذه العبارات بشكل واضح، لن تنتهك سيادة المياه الإقليمية الليبية إلا بالتوافق. وعندما يحدث التوافق معناه أنه ليس هناك انتهاك، هناك احترام لسيادة المياه الإقليمية الليبية، وهناك نوع من التعاون والتنسيق بين الحكومة. طيب ما دلالات هذا التحضير لهذه العملية والزخم الكبير لها في ظل أن حكومة الوفاق إلى الآن لم تطلب ذلك؟ يعني هل يوجد مؤشرات تدل على أن حكومة الوفاق ستتجه إلى المطالبة؟ نعم، هناك أقاويل تقول بأن الحكومة طلبت ذلك، هناك من يقول ذلك. نحن لم نضع أيدينا على تصريحات صريحة أو موثقة بأن الحكومة طلبت، لكن هناك من يقول ذلك. وحتى مجرد السكوت على هذه التحركات يعني أن الحكومة توافق، وهي في انتظار إصدار الموافقة النهائية بالتعاون على القيام بهذه العملية والمساهمة والمشاركة فيها من خلال المؤسسات الليبية ذاتها. وهذا أمر نحن نستشفه الآن، هذا موجود الآن في هذه العملية. لكن العملية من ناحية التكييف القانوني الدولي لن تمس السيادة الليبية، لأنها لن تتم إلا بموافقة من الحكومة الليبية الشرعية الموجودة. طيب بالحديث عن حيثيات هذه العملية، ما طبيعة، كيف سيكون عفوا طبيعة التعامل مع قوارب الهجرة غير النظامية؟ هل سيتم اعتراضهم وإرجاعهم إلى ليبيا أم توجيه ضربات عسكرية لهم؟ طبعا لن توجه ضربات عسكرية، لأن من يوجدون في هذه القوارب هم أبرياء غرر بهم. نعم. وهم ذاهبون إلى جنة الله في الأرض. فلن يتم ضرب هذه القوارب، وإلا ستكون هناك عملية مأساوية خطيرة لن يقدم عليها أي دولة في العالم. لكن سيتم إرجاع هذه القوارب إلى الأماكن التي جاءت منها، وهي الشواطئ الليبي. ونعود مرة أخرى إلى ما قلناه مرارا وما تحدثت عنه الاستراتيجية الأوروبية في الفترة الأخيرة، بأنه سوف يتم التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبين مؤسسة مهيئة لهذا العمل وبين الحكومة الائتلافية لعلاج هذه الأزمة على الأرض الليبية من خلال معسكرات إيواء تأوي كل من هو غير ليبي موجود على الأرض الليبية، وإعادة هؤلاء إلى بلادهم الذين جاءوا منها أو التي جاءوا منها. وهذا هو الأساس، وأنا أقول بأنني أستشرف الآن بأن ذلك سوف يحدث في القريب العاجل، عندما تترسخ ممكن أسبوع أسبوعين تترسخ وتستلم الحكومة الائتلافية كل الوزارات. أعتقد أنه سيتم بالفعل نزول لجان من مؤسسة غوث اللاجئين وما إلى ذلك إلى الأراضي الليبية. نعم. والذهاب إلى هذه المعسكرات وتحديد رعوية وجنسية هذه العناصر وإرجاعها إلى بلادها على نفقة الأمم المتحدة أو على نفقة وكالة غوث اللاجئين، وهذا سيتم قريبا، وأنا يعني أستشرف ذلك. نعم. تبقى معي سيد بسيوني في محور الثالث، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام. اهتمت الصحف الصادرة مؤخرا بتغطية الأنباء بخصوص إيقاف سفينة في مالطا على خلفية نقلها شحنة نفط خام من حكومة الأزمة شرقية ليبيا، وسط طرح تساؤلات عن التبعات والإشارات التي تعكسها هذه الحادثة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قوله إن ليبيا طلبت من مجلس الأمن الدولي وضع سفينة تحمل علم الهند وتنقل شحنة نفط خام من الحكومة المنافسة في شرق ليبيا إلى مالطا على القائمة السوداء. وذكرت رويترز أن السفير الليبي إبراهيم الدباشي أوضح أنه كتب إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن للشكوى بشأن أول شحنة نفط من الحكومة المنافسة، وهي الشحنة التي غادرت ميناء لحريقة شرقي ليبيا خلال الليل. وأوضحت وكالة رويترز أن الحكومة في الشرق أقامت مؤسسة وطنية للنفط موازية لتلك التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي. ونقلت عن الدباشي قوله إنه طلب تصنيف السفينة بموجب الفقرة 11 من القرار 2145، وتحدث مع أفراد من البعثة الهندية وسلمها الخطاب الذي أرسل إلى لجنة العقوبات. وأفادت رويترز بأن السلطات الليبية قالت أن الناقلة ديستيا أمية التي ترفع علم الهند تحمل شحنة من النفط طلبتها شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه
أن لجنة العقوبات كتبت إلى حكومتي الهند والإمارات لتذكرهما بالعقوبات وللحصول على مزيد من التوضيح ومعلومات ذات صلة. السؤال في هذا المحور: كيف سيتعامل مجلس الأمن الدولي مع حادثة بيع شحنة نفط من قبل حكومة الأزمة، طبعا في مع تزامنا مع قرار لمجلس الأمن ينبه أو يمنع بيع أي شحنة خارج مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني؟ هذا الأمر مهم، ونقول من هذا المنبر أنه يكفي تبديد وإهدار ثروة وأرزاق الشعب الليبي. مجلس الأمن في هذه الحالة يمكنه أن يوقع عقوبة على هذه الشاحنات، نعم، وأيضا يمكن أن يضع في القائمة السوداء، لأنه لا يحق لأي حكومة مهما كانت أن تتجاوز الحكومة الشرعية وتقوم ببيع ممتلكات الشعب الليبي. الحكومة الشرعية موجودة الآن، معترف بها، وتقوم بممارسة مهامها الآن وعلى الأرض الليبية ومن العاصمة الليبية. كل هذا يجعل مجلس الأمن في مركز قوة عندما يصدر قرار بعقوبات على هذه الشركة والسفينة التابعة لها. تصادر هذه الحمولة وتعاد مرة أخرى إلى الميناء الليبي الذي جاءت منه، لأنها ليس لها الحق في ذلك. فمجلس الأمن مدعوم بشرعية دولية ومدعوم من الحكومة الليبية أيضا، سوف يتخذ هذه الإجراءات. طيب، هذه الإجراءات أو هذه العقوبات هل ستلاحق أيضا من قام ببيع هذه الشحنة المتمثل طبعا في حكومة الأزمة، حكومة عبد الله الثاني؟ لم يعد هناك حكومة الآن غير حكومة الجهة التابعة لشرق ليبيا. لا يمكن أن نسميها حكومة، هذه عبارة عن شرذمة، ما يطلق عليها أنها الآن تسرق مخدرات الشعب الليبي وتبدد وتهدر. طيب كيف سيتم التعامل معهم؟ سوف يتم توقيع عقوبة على من قام بتوقيع العقد وعلى من قام بشحن الشحنة. كل الجهات التي ساهمت كموافقة ثم كنص قانوني ثم توقيع عقد ثم شحن الشحنة، كل هؤلاء سوف يلاحقون وسوف يعاقبون وفق قانون دولي عام. لأنك الآن ليس لك اعتراف بأنك حكومة، فكيف تفعل ذلك وكيف تنتحل صفة الحكومة وتقوم ببيع مقدرات الشعب الليبي؟ طيب، بالنظر إلى الحادثة سيد بأبعاد أخرى، ما مؤشرات هذه الحادثة وتبعاتها، لسيما وأنها جاءت بعد قرار مجلس الأمن؟ سواء كانت لماذا قام بذلك عبد الله الثاني أو الجهة التي اشترت منه هذه الشحنة؟ هناك نوع من، لازلنا نقول بأن هناك عناصر أو هناك قوة إقليمية تتدخل في الشأن الليبي، نعم، وتريد أن تفسد مسيرة التسوية في ليبيا، وتريد أن تعرقل الحكومة الائتلافية، بالرغم من أنها تعلن أنها مع الحكومة الائتلافية، لكنها من جانب آخر أو من جانب خلفي تحاول أن تدفع بالثني ومن معه، لأنهم ليسوا حكومة. لو أطلقنا كلمة حكومة فنحن مخطئون، نعم، ومن معه وناس آخرون ربما تريد أن تدفع بهم من أجل أن تحدث نوع من البلبلة، نعم، وعدم وضوح الرؤية في الساحة الليبية. وضحت فكرتك سيد بسيوني. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة دكتور بسيوني خولي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.